السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد المجيد مرة ثانية. راح أتكلم عن برنامج الجيمب اليوم. هذا الدرس الرابع أعتقد أو الخامس، ما أدري، تشوفونه باليوتيوب إن شاء الله الرقم. راح أتكلم عن طريقة تركيب إضافات على الجيمب، الإضافات مثل الفلاتر والفراشي إلى آخره. طبعا أنا ما راح أركب فلاتر، بعدين أركب فراشي، بعدين أركب. أنتم مشغولين ولا عندكم وقت تنظرون فيديو طويل؟ فراح أخذ طريقة تركيب الفراشي الحالة. الطريقة هذه طبقة على باقي الأشياء. خلونا نبدأ، لأن طريقة التركيب واحدة على إذا كنت أنت على لينكس بتركب شيء على الجيمب. بالنسبة للويندوز حقيقة أنا استخدمت الجيمب على الويندوز، لكن يعني ما طولت أصلا، استخدمته كم مرة واحدة بس الحاجة وبعدين حذفته. أوكي، هذا الجيمب. طبعا أنت عشان تعرف مسارات الفراشي والسكريبتات وغيره، ادخل على الإديت اللي هي تحرير، بريفرنسز اللي هي خصائص، بعدين راح تلقى فولدرز تحت هنا، راح يطلع لك هنا براشز باترنز الى اخره. طبعا اذا كان بالعربي راح يطلع لك بدل براشز فراشي. فتضغط على البراشز راح يقول لك هذا المسار حقه، انه هوم عبد المجيب جيمب 2.6 براشز، معناته انه هذا هو المكان اللي تخزن عليه الفراشي. اوكي، خل نروح المكان هذا، هذا الهوم فولدر. راح ندخل على الملفات المخفيه، لان المجلد لاحظ قبله نقطه، معناته انه مجلد مخفي. اظهار الملفات المخفيه كنترول زائد حرف اتش. جيمب، هذا الجيمب 2.3، هذا براشز. تمام، مثل ما انت شايف انا ركبت بعض الفراشي هنا. تمام، طريقة تركيب الفراشي، بس مجرد حمل الفراشي. طبعا خلونا نحذف الفراشي كاملة، طبعا راح نسكر البرنامج بنفس الوقت. البرنامج طبعا فيه فراشي، لكن الحين بعد الحذف راح تروح. لاحظ انه راحت، قبل شوي كان في صور فراشات. اللي عليك تسوي طبعا، انت حين مجلد البراشز راح تفك الضغط اكستراكت هي، اطلعك مجلد الفراشي. تأكد انه الفراشي بس تكون موجودة على المجلد هذا، يعني ما تكون داخل المجلد. اوكي، طبعا ما عندك مشكلة يصير في خرابية ثانية، بس اهم شيء يكون موجودات الفراشي نفسها اللي هي جي بي ار. تمام، اللي هي جيم براش. اوكي، الحين ما راح تشوف شيء، لكن ضروري تسكر البرنامج وتفتحه من جديد. لاحظ ان الفراشي جت. اوكي، هذا بالنسبه للتركيب الفراشي. بالنسبه لباقي الاشياء مثل الفلاتر وغيره بنفس الطريقه تماما، يعني انت راح تجيب شيء من راسك. تمام، هذا الفولدرز راح تجي من عند مثلا اذا حاب تركب سكريبتس مثلا، هذا مجلد سكريبتس موجود. طبعا كله موجود بنفس المجلد هذا اللي هو مجلد الجيمب. راح تحصل اشياء كثيره من ضمن الفونت، سكريبتس، بلاجنز، باترنز الى اخره. تمام، بس هذا اللي عندي اليوم. فيه شيء اضافي راح اتكلم عنه، انه اوكي وبعد ما اركب السكريبت وبعد ما اركب الفلتر وش اسوي؟ طيب نفترض انك ركبت فلاتر. طبعا اذا كنت شخص حاب تصمم على الجيمب وحاب انك تاخذ الجيمب بشكل كامل وضخم، او حاب انك تاخذ بيئة تطويرية خاصة بالتصميم، ركب ابونتو ستوديو. انا ركب الابونتو ستوديو. الابونتو ستوديو لاحظ الاشياء اللي فوق هنا، الاضافات كثيرة. فلاحظ عندك الاف اكس فوندري جاي كامل في السكريبت، فو في الفيديو، في الفلاتر. شوف لاحظ، يعني عدو غلط، في فلاتر كثيرة. فاذا كنت حاب انك تاخذ شيء جاهز، بالنسبة لي انا احب اخذ برامج الملتي ميديا كاملة، ما قد اضيف له، لانه ممكن يصير عندي مشكله بشغله معينه. فانت ركب توزيعه الابونتو ستوديو، انصح به قوه. يعني شكله بديح مره التوزيع، لكن انت راح تضيف عليه بعض الاشياء بحيث انك تطلع ان شاء الله مثل ما تحب، بشكل الحين مثل شكل الابونتو العادي.